دلوقتي انت يعني يحضرني هنا سمعت تعليق للزميل الخضري محمد الخضري احمد الخضري اه في لقاء مع الاستاذ ابراهيم فايق كان هو الزميل الاوصي على مساله الدعوه التي وجهها رئيس نادي الزمالك الى النادي الاهلي ليخرج بعدها يقول لك اتعاملنا أسوأ معاملة وأنا مديت إيدي وهم رفضوا وأنا كنت عايز. فهو قال كلمة قال بادرة طيبة جدا إنك تمد إيدك ده أحمد الخضري للمنافس بتاعك اللي بينك وبينه مشاكل ولكن دي الخطوة الثانية. كان ينبغي أن نسبقها خطوات تحضيرية أو خطوة تحضيرية. هو كان من راي الاستاذ احمد الخضر لانه راجل طبعا هو منتمي لنادي الزمالك مش هيقولها او مش هيحسها زينا فبيقول لك كان لازم يحصل ان ناس تخش وتقرب المسافات وتكلم ده وتكلم ده. لا هي مش كده. اذا كانت في سلامه نيه كان ينبغي ان يسبق هذه الخطوه اعتذار واضح. في طرف اعتدى على طرف بشكل متكرر ومستمر والطرف الثاني لم يبادله أي نوع من أنواع رد التجاوز ولكنه لجأ إلى ما يعتقد أنه الشرعيات الطرق الشرعية وكتب شكوى هنا وكتب شكوى هنا مرة واثنين وثلاثة وراح للنيابة وراح ولم يصل إلى شيء. طيب أنت عايز تدوب الخلافات بداية أنت الطرف الذي سبق أن تجاوز أي خلاص شجاعة الاعتذار شجاعة الاعتذار بقى تعمل إيه؟ سلامة النية ولكن أنك أنت تبعت دعوة أنت تعلم أنها لن يجاب إليها وكل مصر عارفة النادي الأهلي مستحيل هيستجيب لهذه الدعوة لأن دعوة ظاهرها دعوة هي على إيه؟ افتتاح بعض المنشآت اللي ما هياش منشآت في حقيقة الأمر كبيرة يعني يعني هو لو كان في مرحلة التطوير الكبيرة أو استاد أو بتاع تتفهم الدعوة لكن لما أنت بتعمل حاجات جوه ناديك تطوير أو بتاع مش محتاجة إنها إنك تبعت هذه الدعوات لكن أنت حر في سياستك. بعت دعوة علشان كما يعني أفصح عنها إنك إن دي تبقى بادرة لإصلاح الأجواء. ما هو الأجواء دي ما فيش تجاوز من ناحية النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي صاحب حق اديله حقه وبعدين تعالى بقى ندرس أي تقارب لكن قبل دراسة أي تقارب دون الحصول على الحقوق أعتقد المسألة طيب تمام نوع من الشو يعني نوع من الشو